السلام عليكم ورحمة الله. كدير اخوتي؟ بخير مزيان. المهم بزاف الناس كيسولوا على السكروماج، ها هو عاد دخل السلعة ديال هولندا. بزاف الناس دابا ما كيفهموش هاد اللغة اللي كنهضروا بها ديال البيع والشراية. بالنسبة للناس اللي يلاه بها ديال السكروماج، هو الملابس الداخلية ديال النساء. تيسولو بزاف عاوتاني على الروماج. الروماج هو الدراري الصغار، حوايج الدراري الصغار ديال الصيف. الرينا هي حوايج الدراري الصغار ديال البرد. الرومي كيتسمى سلعة النساء. شنو اخر؟ المهم هادشي اللي جا في بالي دابا. المهم هادو اسماء كنخدمو بهم حنايا بالنسبة للناس اللي كدير التجارة في الدومين ديال البحر. المهم هادي السكروماج دخلات دابا، اللي خصو شي حبة مرحبا. ها هي فيها 70 كيلو، ما تبانش مزيان ولكن راح تدير لها البلاستيكة على حساب باش ما حيت السلعة رقيقة باش ما تزلقش باش ما طيحش. المهم سلعة نقية هادي. اللي بغا التيشيرت ديالها راه كاين، السروال كاين، فيها حوايج ديال سبور ديال الرجال، فيها الشورت، فيها القميجة. الدار هادي راه مليحة الخوت هادي. المهم لخاصو شي حاجة مرحبا. يا الله المستعان.